بعد الماتش وما ادى الاداء دوت، دومينيك طلع قال لك حاجه، كلمته في حاجه، كان طالع مبسوط مرتاح يعني نفسيا، كان عامل ازاي بعد الماتش؟ قال لي حاجه ضحكتني جدا يا دومينيك. اه قال لك ايه؟ قال لي هنا مفيش ابو تريكه مفيش الله، الكوره ما بتخشش. يعني هو كان بيهزر يعني هنا هنا الكوره بتخش عشان ابو تريكه بركه يعني. لا هو كان مبسوط من الاداء، كان مبسوط من روح اللعيبه، كان مبسوط ان احنا لغايه اخر دقيقه بنحاول ان احنا نفوز في اللقاء رغم صعوبه اللقاء، كان مبسوط ان في روح كويس. حسيت ان نفسيا ابتدى بقى حتى اللعيبه استقبلته بشكل كويس جدا، ومبسوط من استقبال اللعيبه. وانا على فكره اتكلمت مع اللعيبه الكبار جوه الفرقه، الراجل ده حسسوه ان هو في بيته، استقبلوه كويس، سهلوا عليه كل حاجه. فتح الله احمد سمير رجعوا خلاص، رجعوا قايمه. رجعوا قايمه يعني مش فكره بقى عواجيز وكبار والحاجات دي. ما عنديش، ما الناس جت قالت ان ميدو هيخلص احمد جعفر احمد جعفر بادئ الماتش اللي فات. احمد جعفر نفسه كان فاكر ان هو في مشكله، كان في تصريح على مواقع قال لك احمد جعفر معامله ميدو وعدم استلامي الفلوس هيخليني السنه الجايه امشي. الكلام ده مش حقيقي على المواقع. اتمنى ان جعفر ما يكونش قال كده، ان انا بعامله من دي 1 بما يرضي الله، وبعامله كويس جدا، وحتى وانا كنت لعيب معاه كنت بعامله كويس جدا. وكمان انتوا طول بعض يعني. انتوا طول بعض يعني. الراجل ده راح بلاد الفرنجه، عمره ما هيتعامل زي يا جماعه. عايزين يبقى عندنا امل في ان ده جاي يغير يا جماعه. يعني انا بس عايز اسالك سؤال عشان كتر فيك كلام وفرصه برضه، وانت مع صديقك او اخوك الكبير بقى زي ما تحب تسميها، هو ميدو محتاج فيما هو قادم زي ما بيقولوا معايشات او معالجات فنيه بره، ولا ده جزء محتاج ان نحصل على الرخصات التدريبيه لان هي مهمه جدا. بس بلاش الرخصات بتاعت هنا بس ونبي. لا هيعمل هنا وهناك. يعني بس هنا بياخدوها في 3 دقايق كده، ما بيخش كمان، ما هو كمان بيديله الرخصه يروح داخل في الحيط على طول، ما بيسوقش. لا لازم 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 نحصل على الرخصات التدريبيه من هنا من الكاف، وفي الصيف مسافر ايرلندا في بيلفاست عمل رخصه البي في 18 يوم، بيعملوا معسكر مركز في 18 يوم. فان شاء الله احصل عليها في الصيف باذن الله. اخيرا قال لك احمد جعفر معامله ميدو وعدم استلامي الفلوس هيخليني السنه الجايه امشي. الكلام ده مش حقيقي على الموقع. اتمنى ان جعفر ما يكونش قال كده، ان انا بعامله من دي 1 بما يرضي الله، وبعامله كويس جدا، وحتى وانا كنت لعيب معاه كنت بعامله كويس جدا. وكمان انتوا طول بعض يعني. انتوا طول بعض يعني. الراجل ده راح بلاد الفرنجه، عمره ما هيتعامل زي. لا انا بهزر. يعني هنا الكوره بتخش عشان ابو تريكه بركه يعني. لا هو كان مبسوط من الاداء، كان مبسوط من روح اللعيبه، كان مبسوط ان احنا لغايه اخر دقيقه بنحاول ان احنا نفوز في اللقاء رغم صعوبه اللقاء، كان مبسوط ان في روح كويس. حسيت ان نفسيا ابتدى بقى حتى اللعيبه استقبلته بشكل كويس جدا، ومبسوط من استقبال اللعيبه. وانا على فكره اتكلمت مع اللعيبه الكبار يا جماعه، عايزين يبقى عندنا امل في ان ده جاي يغير يا جماعه. يعني انا بس عايز اسالك سؤال عشان كتر فيك كلام وفرصه برضه، وانت مع صديقك او اخوك الكبير بقى زي ما تحب تسميها، هو ميدو محتاج فيما هو قادم زي ما بيقولوا معايشات او معالجات فنيه بره، ولا ده جزء بعد الماتش وما ادى الاداء دوت؟ دومينيك طلع قال لك حاجه، كلمته في حاجه، كان طالع مبسوط مرتاح يعني نفسيا، كان عامل ازاي بعد الماتش؟ قال لي حاجه ضحكتني جدا يا دومينيك. اه قال لك ايه؟ قال لي هنا مفيش ابو تريكه مفيش الله، الكوره ما بتخشش. يعني هو كان جوه الفرقه. الراجل ده حسسوه ان هو في بيته، استقبلوه كويس، سهلوا عليه كل حاجه. فتح الله احمد سمير رجعوا خلاص، رجعوا قايمه. رجعوا قايمه يعني مش فكره بقى عواجيز وكبار والحاجات دي. ما عنديش، ما الناس جت قالت ان ميدو هيخلص احمد جعفر، احمد جعفر بادئ الماتش اللي فات، احمد جعفر نفسه كان فاكر ان هو في مشكله، كان في تصريح على مواقع